نجاح في ضبط إيقاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، أمر دفع دولة قطر إلى إعادة النظر في بعض إجراءاتها التحفظية، فها هي تستأنف العمل بإصدار تأشيرات الدخول السياحية، خطوة من شأنها تحسين نشاط القطاعات غير النفطية. عوائد السياحة لا تمثل فارقا في حساباتها، فإحدى شركاتها الكبرى قطر للبترول حققت 5 مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي، لكن الدوحة تدرك كذلك أهمية القطاعات الأخرى التي تساعد في تقليص اعتمادها على عوائد الطاقة. قطر تشير أسلحتها الكفيلة بتعظيم نشاط السياحة، فلديها أحد أكبر مطارات العالم، كما أن لدى خطوطها الجوية الوطنية 237 طائرة حديثة تصل لأكثر من 100 وجهة عالمية، أمر يجعل من الدوحة همزة وصل بين القارات ويساعدها على الاستثمار في سياحة وتجارة الترانزيت. إصابات بفيروس كوفيد-19 لا تزيد عن 80 حالة يوميا، خبر مفيد للقطاع السياحي، قطاع يتأهب لاستقبال 100,000 المشجعين الراغبين في حضور منافسات كأس العالم العام المقبل. قطر تمتلك استراتيجية تصب لاستقبال 5,600,000 زائر خلال العام 2023، أمر إن تحقق سيسهم في رفع شأن القطاع السياحي من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 11 مليار دولار. قطر تدرك أهمية السياحة وتعي أيضا مخاطر الاعتماد على موارد الطاقة المتقلبة أسعارها، واليوم توظف الأموال المتدفقة من جراء بيع الغاز لتتمكن غدا من قطف ثمار أنشطة القطاعات الأخرى.